طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. في اليوم العالمي لمحو الأمية، أين أصبح العراق من محوه للأمية؟ بعد أن حقق العراق في العام 79 محوا تاما للأمية كما أعلنت منظمة اليونسكو في حينها خلو العراق تماما من الأمية ومنحته الجوائز مكافأة له على ذلك، يعود العراق الذي اخترع الكتابة قبل آلاف السنين على يد السومريين إلى الأمية وبنسب كبيرة. فما هي أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ أليست الحروب وما تخلفه من أزمات كالنزوح والفقر كفيلة بارتفاع نسب الأمية في العراق؟ ولماذا لم تكثف الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن من محو الأمية؟ ألا يتحمل المواطن العراقي المسؤولية في تعليم نفسه؟ أم أن الحكومات المتعاقبة هي من تتحمل كامل المسؤولية عن الأمية في العراق؟ أم أن المسؤولية مشتركة يتحملها المواطن العراقي والحكومة؟ لماذا لا يسن البرلمان في العراق قانونا يلزم الحكومة بجعل التعليم إلزامي على من بلغ السادسة من عمره؟ أليس بسبب الفقر والأوضاع الاقتصادية والأمنية في العراق يلجأ الكثير من أطفال العراق لترك المدرسة من أجل العمل لإعانة عوائلهم؟ أين أصبح قانون محو الأمية رقم 23 الذي سنته الحكومة السابقة عام 2011؟ وأين وصلت نتائج مبادرة اليونسكو والحكومة في العراق قبل أكثر من 10 سنوات؟ وفق تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، الأمي هو الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية. كان العراق في مطلع ثمانينات القرن الماضي يمتلك منظومة تعليمية متطورة تتفوق على قريناتها في دول المنطقة بشهادة اليونسكو، لأن المنظمة عادت لتصنفه من ضمن البلدان التي تعاني صعودا كبيرا في نسب الأمية يتجاوز 47% للأعمار بين 6 و55 عاما. في اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم 8 أيلول من كل عام، يعيش العراق ظروفا تعليمية صعبة أدت إلى تفشي الأمية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والفلتان الأمني والإهمال الحكومي للقطاع التعليمي وانتشار الجهل. دعونا نتابع هذا التقرير حول الأمية في العراق ونعود إليكم. 8 أيلول من كل عام يوم يحتفل به العالم لمحو الأمية، لكن هذا اليوم في عدد من البلدان يذكر بمصائب التعليم وتفشي الجهل وانتشار الأمية.
ومن هذه البلدان العراق الذي كان فيما سبق منارة للعلم ومنهلا للعلماء. هذا الموضوع هو يعني في العراق وخاصة في الوقت الحاضر متفاقم تفاقم كلش قوي. طبعا هذا الموضوع إذا أريد نحكي على سلبي أو أسبابه وسلبياته كثير جدا، خصوصا في تفشي الوضع الاقتصادي بالعراق وسوء الإدارة على مستوى الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية. كثرت عندنا أعداد الأمويين جدا، والذي ما يقولون يكتبون بهالمعنى هذا، نقول إحنا على مستوى يعني اختصاصنا التربوي جاي نلاحظ هذا الموضوع على مستوى مجتمعاتنا ومستوى مناطقنا خصوصا الريفية والأطراف، ما نقول بس الأطراف، حتى في مركز المدينة على مستوى المحافظات عامة تفشى موضوع المح الأمية. الحروب والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني والفساد الحكومي أسباب مجتمعة أدت إلى انتشار الأمية بشكل مخيف في العراق. الأسباب الاقتصادية والاجتماعية هي طبعا تقول هي بسبب عدم وجود فرص العمل، أدت إلى خلينا نقول هروب بعض الطلاب وعزوفهم عن الدراسة خلال هاي الأيام وهذه السنين اللي مرت. ودون وقفة جادة وتشخيص واضح لهذه الظاهرة الخطيرة، فإن تداعياتها السلبية ستهدد المجتمع العراقي وتتركه فريسة للجهل والتخلف. كثيرة تحتاج إلى متابعة، منها متابعة المتسربين في المدارس. ليش؟ يعني الظروف المعاشية وكثرة عدد التلاميذ وقلة المدارس، كل هذه تؤدي إلى ازدياد أعداد الأميين في البلد. نرجو أن تكون محاولة جادة لنجاح التعليم وللقضاء على الأمية في البلد. تجلي الأمية بأسوأ صورها يتضح من خلال حال المدارس التي يرثى لها في بلد ينفق مئات المليارات سنويا على بناء إمبراطوريات مالية للمسؤولين الفاسدين. نريد أن نستمع إلى أصواتكم وآرائكم أعزائي المشاهدين ورسائلكم عبر خدمة الواتساب حول أسباب ظاهرة ارتفاع نسبة الأمية في العراق. في عام 2011 أصدرت الحكومة قانون محو الأمية برقم 23، وعلى إثر ذلك قامت بتشكيل هيئة لمحو الأمية تابعة لوزارة التربية تضم ممثلين عن 9 وزارات بالإضافة إلى دواوين الأوقاف ونقابة المعلمين والمجتمع المدني. تعنى الهيئة بوضع الأهداف العامة لمحو الأمية وميزانية التنفيذ في ذلك الوقت وإقرار المناهج والكتب ومواعيد الدراسة وضوابط اختيار المعلمين. طبعا كباقي القوانين التي شرعت عقب غزو العراق عام 2003 زويت في أروقة النسيان، لا يوجد ما يلزم على إكمال التعليم ويجرم من لا يلتزم، ليبقى ذلك القانون كباقي القوانين ورق أو حبر على ورق، بينما الأمية تزحف وتتمدد في بيئة باتت لا تتحرج كثيرا من غير المتعلمين. طبعا بحسب إحصاءات يعني مراكز محو الأمية التي تأوي إليها من لم تتح لهم الحياة فرص التعليم في عموم البلاد، في 2011 كانت عددها 5699 مركز، طبعا بمساعدة الأمم المتحدة وبالتحديد منظمة اليونسكو للتعليم. بين العام 2012 و2013 وصل العدد مثل ما قلنا 5699، بعد ذلك تراجعت وانحصرت هذه الأعداد، وصلت إلى 842 في عام 2017 و18، طبعا هذا وفق إحصائية الجهاز التنفيذي لمحو الأمية. معنا اتصال محمود من الموصل. محمود، برأيك ما هي أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ شنو الأسباب برأيك؟ بعد الفساد هم ما مستنين بطل صوت العراق. اليوم عندك تحالف، اليوم قاعد تحط الفساد والبوق والنهب مجلس صفور العراق، هم مستعدين على هذا الشغلة. اليوم لولا المالكي البارحة يدفع علي شايف الدواعش ومرجد بكركوك، ما قعد من سقوط المواصل، ما بطل من سقوط المواصل، انا بحترف عشي مثل هو
هو كان يستحي النظام ما كشف العلم العراقي لايام ايران. سوين علم مسعود البرزاني. قالوا ناخذ الكوك تاخذها في امريكا. على الصفار شلون تشوف راح يصير بغداد وراح يسوي بخليم كردستان. هذا نعم. مخطط اكثر. وين وين الاميه؟ نعم. زين ليش ما نعم ليش ما البرلمان يسن قانون الزام التعليم في العراق؟ ليش قبل كان التعليم ملزم بالعراق اللي عمره 6 سنين، ليش ما يسوي البرلمان ويصوت على قانون ملزم للتعليم بالعراق لمن بلغ 6 من عمره وتنفذ الحكومه؟ هذا مو تعليم الحمد لله، مستاذ موسى علي الربابة أذية البحير هذول متكئين بالبرام وبالنصب ومتخاصمين العراق. شلون السجناء شلون عندك السجناء ما نسوي كل شيء قاعد يستفاد منهم بالمليارات بالسنة؟ شلون نبيعوا المسجنين؟ هذه الشغلة جايين يلعبون عليها قبل ولاد الجهال. ما حد يحسبني ما قاعد يقول قاعد يلعبون يوم أمريكا جابت أنا أشكرك محمود من الموصل كان معنا. أبو أحمد من الرمادي، أبو أحمد برأيك ما هي أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ أبو أحمد انقطع الاتصال مع أبو أحمد من الرمادي. طبعا بحسب تقرير لموقع الجزيرة نتنقل على مديرة مركز ذقار لمحوي الأمية في العاصمة بغداد وفاء مرعي، عزت ضعف الالتحاق بمراكز محوي الأمية وتسرب نسبة كبيرة ممن كانوا فيها إلى إيقاف صرف الحوافز للدارسين والمعلمين، كانت 40,000 دينار عراقي كما ذكرت، التي كانت أو التي كان معمولا بها قبل عام 2014. أكدت بأن ضعف الوضع المادي للدراسات وعدم موافقة الزوج أو الانخراط في أعمال لكسب العيش أدت إلى ضعف نسبة الإقبال على الدراسة. طبعا انتشار الأمية أو السواد الأعظم للأمية يتركز في المناطق الريفية النائية وهوامش المدن، وكذلك أضيفت عليها المناطق المستعادة من قبضة تنظيم داعش بوجه خاص للأعمار ما بين 9 و40 عاما، حيث التحاق الذكور أكبر على حساب الإناث اللواتي تكتفي عوائلهم بزج البعض منهن في الدراسة الابتدائية فقط، هذه بحسب الدراسات المنشورة. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي يعاود الاتصال بنا. أبو أحمد برأيك ما هي أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. بالنسبة تصاعد المحو الأمية في العراق يعني بالوقت الحاضر، ولو هو يعني بدأ يتصاعد من 2003 من بداية الاحتلال لحد يومنا هذا، هو أمر متعمد يعني من السلطات الحاكمة اللي موجودة بالمنطقة الخضراء. هو أمر مدفوع الثمن من دول مجاورة ودول خبيثة لإنهاء العلم أو التطور العلمي داخل البلد داخل العراق، وتغيير المناهج، تغيير المناهج الإسلامية، تغيير المناهج العربية، فهواي أمور تتطور من خلال هاي الحكومة الموجودة وبعدها الفساد اللي موجود. يعني أنت تتصور أنه مراحل متقدمة من يعني الطلاب مثلا الجامعات والكليات يعني يعبرون من خلال الفساد، يعني نقول بالدفع المادي، ينجح بالدفع المادي ياخذ شهادة الماجستير، بالدفع المادي ياخذ شهادة الدكتوراه، وإذا تجي علي تلقاه ما يمكن ما يعرف الرياضيات. الموضوع راح يتطور أكثر، ما يبقى على هذا الحال، لأنه ما الجهة الحاكمة الفاسدة اللي موجودة بالبلد هي اللي تتعمد لهذا الأمر، يعني ما مهتمة بالعلم أو مهتمة بالتدريس أو مهتمة بالمحو الأمية، لا مهتمة بجني الأموال، الفساد، بمساعدة إيران، تطوير إيران،
يعني الأهم في هذا الموضوع، ولو أنا أريد أطلع خارج الموضوع، يعني أريد أطلع خارج الإطار الموضوع اللي إحنا فيه، موضوع المحو الأمية. جاي تشوف أنت حاليا المدرسين أو المعلمين جاي يصعدون يعني توظيف عن طريق الواسطات، تجي علي تلقاه بالمدرسة ما يعرف شلون يدخل على الطالب، شلون يبدي يدرسه، شلون يبدي يطوره بالتعليم. يعني مجبور الطالب ما يهتم للدراسة لأنه دا يدخل للمدرسة مثل ما يدخل دا يخرج، لأنه ماكو اهتمام. وزارة التربية نفس الحالة، الكادر التدريسي المهتمين بس مجرد رواتب، فهناك اهمال من الأهالي. البلد يعني واصل إلى جهل، واصل إلى فساد، ويعني والله أعلم يعني إلى الهاوية. يعني ما في يعني مسؤولية محو الأمية في العراق، هل هي مسؤولية الحكومة وحدها، لو مسؤولية المواطن، لو مسؤولية مشتركة؟ لا أخي العزيز، طبعا هي مشتركة. أول شيء على المواطن، المجتمع. المجتمع هو اللي هامل الأمر. ليش ماكو متابعة؟ يعني ماكو متابعة من الأب، يعني مثلا الابن ليش مثلا ما يدرس؟ هل انت قبل احنا بزمننا اليوم مثلا يجي والدي يسالني هل انه اليوم شنو اخذتوا، شنو دراستكم، شنو اللي مواضيع اللي اخذتوها، يسالوننا. حاليا ما موجود هذا الشيء. الشاب او الطالب الابن اللي مثلا نقول بالاول ابتدائي حاليا اهمال، يعني اقول لك 10% من يسال ابنه وين رايح، وين جاي، وين وصلت الدراسه، وين البقية. أخي العزيز بالواسطات، أنت تعرف الأمر الموجود العراق حاليا بالفساد. يعني شهادة دكتوراه أنا أعرفهم، ناس أعرفهم محافظتي، والله أخذوا شهادة دكتوراه عن طريق الواسطات. حب خالك، على قولتنا حب خالك حب عمك، أخذ شهادة دكتوراه، أخذ شهادة الماجستير. ودا أشوف يعني يوميا فلان يدرس أو يناقش موضوع الدكتوراه، فلان يناقش موضوع الماجستير، وهو كذب في كذب. وهو أصلاً يمكن يجوز ما تلقى داعي، يعني الأكو أولى من عنده يأخذ ماجستير ويتفاجئ يقول فلان أخذ ماجستير. الناس بتتجه إلى الهاوية. منا الحكومة ماكو متابعة للأمر، يعني كمناهج، تطوير مناهج، طبع الكتب، متابعة وزارة التربية. قبل المشرفين تلقاهم يفترون على المدارس يعني بشكل دائمي، يعني من حس في المدرسة المشرف التربوي طاب علينا، المشرف من وزارة التربية يجيك للتربية. يعني شيء متابعة كانت دولة، حاليا ماكو دولة أخي العزيز. يعني مجتمع منهار، بلد منهار. يعني مع الأسف، مع الأسف، يعني احنا ما لنا علاقة بالحكومة، احنا لازم احنا الشعب، المجتمع هو يطور نفسه. اذا مجتمع هو بس راضي بالحكومة الفاسدة، فما اقع الدنيا. السلام يا اخي. ابو احمد من الرمادي كان معنا، شكرا لك. طبعا يعني مع أنه النسبة الأكبر للأمية موجودة بالأرياف، لكن هناك أعداد ليست بالقليلة خاصة بين الفتيات داخل المدن والمناطق الحضرية، كما تشير التقارير. يعانون أو هناك يعني معاناة في ارتفاع نسب الأمية في هذه المناطق. طبعا حتى أولئك الذين يعني تجاوزوا التعليم الابتدائي، كثير منهم لا يجيدون القراءة والكتابة. يعني احنا اليوم نشوف على منصات التواصل الاجتماعي مثلا خريج كلية او طالب في الكلية، الإملاء مالته غلط، يعني ليس بكلمة او كلمتين ولكن الإملاء مالته غلط، فهذا يعني الأمر كارثي حقيقة. طبعا هذا الأمر اللي يوصل إلى هذه المرحلة، مثل ما أشار أبو أحمد موضوع الواسطة، يوصل إلى مراحل دراسية معينة وهو بعدها لا يتقن القراءة والكتابة، وهذا يجعلهم ضحية للرسوب المتكرر وترك الدراسة آخر المطاف. وطبعا العراق اليوم صار له يعني من سنوات، تقريبا قبل سنتين خرج حتى التعليم الابتدائي من جودة أو جودة التعليم في العالم، يعني حتى التعليم الابتدائي أصبح غير معترف به عالميا. أسباب يعني من الأسباب المذكورة في التقرير المنشور، أسباب
استفحال هذه الظاهرة؟ يعني هناك الكثير من الأسباب، يعني مثلا يتحدث مدير عام الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وهو محمد جواد الموسوي، قال بأن أسباب كثيرة وراء تنامي ظاهرة الأمية واشتداد هذه الظاهرة. أوضح بأن الحروب وتهالك البنى التحتية وتدني الوضع الاقتصادي لدى الكثير من العوائل ألقى بظلاله على تدهور التعليم وتفشي الأمية والجهل في أوساط المجتمع. هناك طبعا عوامل أخرى مثل خبير التدريب التربوي شاكر عبد الكريم قال بأن الفساد، يعني هناك الفساد المتغول في مؤسسات الدولة وهشاشة الدور الرقابي والتربوي، يعني خلف جيوشا من الأميين يغض الطرف عنهم فلا يذكرون إلا في الإحصاءات الرسمية وعناوين الصحف كما قال. طبعا أضاف عبد الكريم إلى موقع الجزيرة نت إلى العوائق السابقة منها المحاصصة، منها التحزب ضمن مؤسسات التعليم، النقص الحاد في المدارس في الريف وأطراف المدن، ضعف الرقابة وعدم تطبيق إلزامية التعليم. يعني ذاك يوم الجماعة الحكومة صادقت على قانون وحولته للبرلمان لإرجاع الخدمة، خدمة التجنيد أو خدمة العلم إلزامي، خدمة إلزامية. زين ليش ما يصادقون على قانون بإلزامية التعليم ويحولوه للبرلمان ويصوت عليه البرلمان وتكون هناك وزارة التربية تتابع هذا الأمر وتلزم كل من يبلغ سن السادسة بأن يذهب إلى المدرسة لكي يتعلم؟ كثير من التساؤلات تطرح حول هذا الموضوع صراحة في ظل ارتفاع نسب الأمية في العراق وتراجع التعليم بشكل عام في مدارس وجامعات العراق. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، برأيك ما هي أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ تحياتي لك أستاذ عمر ولكادر قناة الرافدين البطلة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ. نسبة الارتفاع اللي صار عندنا بالعراق بخلاف هاي الأحزاب من 2003 واللي يومنا هذا، كل مفاصل الحياة العراق يعني نختلف عن باقي شعوب الدول يعني المتحضرة، سواء إذا كانت يعني ما متقدمة بكل شيء. كان العراق كان متقدم قبل 2003، يعني هو جمجمته العرب يعني بالثقافة بالثراء بالصناعة بالزراعة كافة الأمور. اللي شنو اللي تغير؟ كان له مجاله يعني في تطوره في ثقافته، كثر هذه الثقافة. الثقافة يعني بدايتها أساسها من العراق، الحضارة اللي عمقها يعني آلاف السنين، كيف يعني وصل الإنسان عندنا ناس يعني شهرتهم بأساميهم ما طول عليك الموضوع أستاذ، لكن للأسف يعني هاي الحضارة تعسوها بسبب هاي الخلافات الأحزاب وسيطرتهم على الحراك، يعني ما خلوا فد الحضارة فد أرث في يعني نقدر نقول عليه يتمسكون به أو يتحضرون مثل باقي الدول، أن لهم فد مكان من يستلزمون دولة. نعم. دولة العراق. زين ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب اللي جعلت اليوم العراق بعد ما كان بعام 1979 ما بي ولا أمي، طبعا بشهادة اليونسكو وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم هناك تقارير تشير إلى أنه يعني الأعداد كبيرة، هناك تقارير تتحدث عن 20%، هناك تقارير تتحدث عن 50% ربما تصل نسبة الأمية. أستاذ عمر، بالنسبة هي أسباب يعني كثيرة، منها عدم يعني الدولة سيطرتها للشعب وعدم تقديم يعني إلى خدماتها كوزارة التربية. هاي الوزارة لها دورها يعني ناس كفاء، يعني نقدر نقول الرجل المكان المناسب، بس وزير التربية يعني ما عنده فد مفهومية أو ما عنده فد مكان أو ما عنده فد صلاحية. في هذا الوقت احنا قاعدين نمر به العصيب، يعني ما قادر يسوي اي شيء. وزاره التربيه
ما بنت مدارس جديدة، ما بينت يعني فتقدمت فتي عن الطلبة أو للطالب يعني من بدايته حد ما يوصل لمرحلة الكلية والجامعات، ما بنت يعني فتي يعني أبو عمر مو مسؤولية مشتركة. يعني احنا نشوف اليوم العوائل بالعراق الكثير منها يعني يبحث عن الواسطة، حتى إذا ابنه ما يعرف يقرأ ويكتب يدور واسطة يم المعلم يم المدرس حتى ينجحه، هذه هي حقيقة. فهنا العائلة تتحمل مسؤولية أنه زين هو أوكي نجح سنة، زين السنة الوراها شو راح يستوعب إذا هو ما يعرف يقرأ ويكتب؟ هاي إذا تحدثنا طبعا إذا تحدثنا عن المرحلة الدراسية، أما عنوان الحلقة هو عن الأمية بالأساس. طبعا أستاذ هذا يزيد من تخلف يعني المجتمع، المجتمع لأنه العمر تنبني يعني إلها بدولتها بمكانتها، بس للأسف أنه أو العائلة العراقية من يشوفون الوضع اللي قاعد يصير، الطالب اللي قاعد بدايته درس وكمل وتخرج ودي يشوف أكو ناس يعني وظائف يعني يجون بالواسطات أو يعني من أحزاب يعني بيعينوهم، فمن يشوف العالم هاي الأمور ما يصير عندها تشجيع يعني كيف أنه هذا الطفل يبني راح يصير مسؤوليته يعني مسؤولية في هذه الحالة مجتمع. يبحث عن الشهادة بأي طريقة وليس يبحث طريقة عن العلم أكيد. طبعا أستاذ يوصل بأي طريقة لأن سبب إهمال الدولة للمواطن، فالمواطن من يشوف هيك هاي الأمور فالعوائل طبعا تقوم تلاقي يعني في مراحل يعني يعرف لمعلم يعرف لمدير مدرسة، المهم بس يريد يتخرج ابنه ويعبر هاي المرحلة يقول خل أعبر هاي المرحلة أخوة كريم، والمرحلة الثانية المتوسطة كذلك نفس الشيء. هذا يعتبر فشل، فشل أمل وبناء يعني تقدم دولة يعني من الدولة من الشعب من يشوف هيك فاشلة الدولة، أيضا المواطن ما يصير عنده تجمع، ما يصير عنده خوف، ما يصير عنده فد قانون يمشي عليه، فكل هاي سببها سبب أساس تبديل يعني وزارة التربية أو هي نفسها رئيس وزراء. فهذه الفشل اللي قاعد صار عندنا بالعراق 18 سنة البلد رجع لورا ما تقدم. حتى أكو ناس عندهم شهادات ومكانات عليا يعني مي هاي الشهادات طمسوها ودعسوها باحترام لهم يعني ما خلوا انه يفهموا من هاي الناس اللي كافت ليل ونهار ووصلت ما يخلوها. أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. طبعا الخبير التربوي شاكر عبد الكريم تحدث عن عدم استيعاب الخريجين في الوظائف الحكومية إلى جانب موجات الهجرة والنزوح مما عكس واقعا مؤلما لما آل إليه التعليم وضاعف من أعداده العازفين عنه. قسم الإعلام في مكتب اليونسكو في العراق أعرب عن أسفه لعدم وجود دعم لمحو الأمية في الوقت الحالي بالقول للأسف لا توجد لدينا معلومات محدثة عن محو الأمية في العراق وليس لدينا أي منح من الدول المانحة لدعم هذا القطاع. طبعا مما ورد بالميثاق التأسيسي لليونسكو بأنه لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام، فلأجل تطوير بيئة سليمة غير عنيفة يتوجب على كل طفل أن يكون قادرا على الوصول إلى التعليم الجيد في العراق كما جاء في بيان أو تقرير اليونسكو العام الماضي. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. أبو حسن برأيك ما هي أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك وحي قناة البطلة التي تنقل الحقائق. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. مستوى التعليم أو نسبة الأمية، كثرة نسبة الأمية في العراق هي نتيجة الوزارات اللي استلمتها الأحزاب السياسية بعد الاحتلال. احنا نعرف قبل الاحتلال انه محو الأمية في العراق انتهى لانه المنظمات الدولية انطت شهادات للعراق انه الأمية في العراق انتهت بسبب النظام السياسي القائم الوطني في وقتها، وحصل على وسام لكون أنه مستوى التعليم ومستوى الأمية انتهى، ومستوى التعليم في العراق كان أحسن مستوى ومعترف خارج العراق به، والآن مستوى التعليم أيضا رديء، وبالتالي هذه الأسباب أدت إلى كثرة محو الأمية. أنه
حتى في مستوى السادس الابتدائي أو متوسطة كتابة ما يعرف يكتب ولا يقرأ. هاي نتائجها أيضا سبب قيادة الأحزاب الطائفية للسلطة، لأنه جابوا وزراء غير أكفاء ومو اختصاصهم في التعليم أو التربية، ولهذا أنه سبب كثرة الأمية عدم وجود المعيشة للمواطن العراقي، وسببها أنه العائلة اللي ما عندها معين نشوفها بدأ ابنها يبطل من الدراسة في سبيل عيش عائلته أو أهله، ولهذا شوف مستوى التعليم ومستوى الأمية كثر، لأن هذه الأحزاب أحزاب منتفعة، هي ما جاية تخدم العراق وإنما جاية تدمر مستوى التعليم ومستوى الصحة في العراق. جابها الاحتلال الأمريكي، جاب هؤلاء لأنه هم أساسا أميين، قادوا البلد ناس أميين يعني ما عندهم شهادات، فكيف أنه يدعمون من ناحية التعليمية أو الجانب التعليمي أو التربوي؟ ماكو ماكو قانون بالعراق إلزامية التعليم خلال 18 سنة؟ نعم، كان بزمن النظام السابق قانون أكو إلزامية التعليم. يعني شوف أولا مستوى التعليم الآن، ألو نعم معك، الآن مستوى التعليم شوف المدارس انهملت الحكومية، فتحوا مدارس الأحزاب والكتل السياسية فتحت مدارس أهلية حتى ينتبعون، فأكو عوائل كثيرة من العراقيين أنه ما متمكنة أنه تخلي أبنائها في المدارس الأهلية، وبالتالي هو مصرف ما عند العائلة حتى يعيشه، كيف أنه يدرس دراسات أهلية؟ ولهذا الشوب العوائل بدأت تبطل أبنائها من المدارس نتيجة العوز ونتيجة أيضا الظرف المعيشي وأيضا عدم وجود قانون إلزامية التعليم. أما الوزارات أو الوزير، وكيل وزير التربية كان الإبراهيمي ما أعرف بوقت اسمه، الشوف يناقش ويا المدرسين وداخل المؤتمر يهينهم، هذا مستوى التعليم، هاي مستوى الوزارات اللي يستلموها الأحزاب. فشوف البطالة وشوف الطلاب الآن، شوف هذا صورة عندكم، يعني قبل الطالب أولا المدرسة تنطي ملابس اثنين كتب غيرها، مجانية التعليم موجودة والقانون التعليم الإلزامي موجود، الآن كل قوانين هاي لغت، هاي الحكومات جت لغتها، يريدون المستوى التعليمي في العراق ركيك، وبالتالي يصبح العراق نسبة الأمية جدا عالية، وأيضا هذا مقصود لأنه التآمر على العراق والتآمر على التعليم في العراق، يعني حتى لا يصبح العراق متقدم كما كان. نعم، أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد كان معنا. أحمد من بغداد، أحمد ما هي أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قبل دقائق يعني تكلم كل ما في قلوبنا وقال قدمه يعني. والظاهر أنه هو هي ليس القصد الأمية، والقصد هو جر العراق إلى وحل التخلف. العراق المؤامرة، ما أدري تتفق وياي لو لا، أقول مؤامرة كونية، يعني هذا بلد هيك حضارة بي وهيك علم وتقدم يشد شدا من مليون حبل ومليون جهة حتى يتخلف، وحتى يخلون هذا الشعب عبارة عن جنود يركضون إلى متاهات يعني وقضايا دفاع ما دفاع وهمية وتدمير البلد، وهذا هذه الأمية هي تدمير للبلد، يعني إسقاط للعراق. يعني هي أمريكا تحتفظ بقاعدة الأسد، ونشوف الخدمات اللي تقدم لهم لا يصل إلها أرقى مستوى اجتماعي عندنا في الشارع العراقي. يعني في أي وقت من الأوقات إحنا رصفتنا ممتلئة بالتنكات وممتلئة بالسطولة، وقاعد الناس تبيع هذه الشغلات الرخيصة. منذ متى كان شعبنا بهذا المستوى من الفقر وبهذا المستوى من القحط؟ هذا هو جر
لكن لاحظ شوف الأطفال اللي يلبسون الصدريات والأطفال البنات يلبسون الصدريات والأولاد اللي يركضون حتى يداومون في هذه بيوت الطين اللي كنا شفناها بالأربعينات والخمسينات الآن يجرون إلها. لكن لاحظ الطفل شلون يقاوم والمدرس شلون يقاوم والطالب شلون يقاوم والعائلة شلون تقاوم في سبيلين توصل لابنها. هم الآن يعيشون هم أعداءنا يعيشون أعداء العراق يعيشون الموت أمام هذا الزحف العراقي الشريف. نعم. حتى هم لأس اللي بالسلطة. زين ليش ما عندنا قانون إلزامية التعليم أبو أحمد؟ إحنا قانون إلزامي للتعليم هو قانون مال المجاري ما عندنا، قانون مال الكهرباء ما عندنا. المدير العام تلقاه قاعد ببيته اللي هو في أي منطقة في بغداد محاصرته 60 صبة و70 حارس حتى يحميه. من مين خايف هو هذا؟ ولو ما لو يعرف أنه يمشي كما مشى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما كان حاط هاي الصبات حتى يحمي نفسه. هو لو كان يمشي بطهارة ما يلتفت وراء و15 سيارة حمايات تركض وراء. لأن هم يعرفون دا يرتكبون الإثم في حق الله ورسوله وآل البيت وفي حق الدين وفي حق الحضارة. يخسرون دون أن يشعرون، يخسرون أنفسهم، يخسرون صراحة ذات. صراحة علينا مسؤولية كبرى، يعني الأجيال القادمة راح يعني راح تعيب علينا، راح تحشى علينا إحنا كجيل حاليا في العراق. ما يتحمل المواطن العراقي مسؤولية بتعليم نفسه بتعليم أولاده بالحرص حتى وإن كان يعني الحكومة غير مبالية أو الحكومات المتعاقبة؟ ليش؟ نعم. لأن تعرف مستقبل ودين وابنها مستهدف. الأم دا تبذل جهدها والأب يبذل جهده في سبيل أن يقاوم هذا التخلف اللي دا يحاصرون به. مفروض هم هاي كإدارات يشعرون يعني بدل ما يحط الصبات. هذا مدير عام تربية بغداد وكفرد عراقي كمواطن عراقي وصير خلي يحط صبورة بباب بيته ويعلم الأطفال. شوف الناس شلون تحبه وتحترمه. بس هو واجب التهديم مو العلم. هو هذا بالنسبة للمسؤول. بالنسبة للمواطن العراقي العادي، المواطن العراقي العادي الله بعونه. نعم. احنا نقاوم هذه الحكومة الجاهلة المتخلفة كان ما بيها واحد جايب جنسيتين وشهادته ما تطلع الصف الثالث ابتدائي. نعم. راح ينظف الأمة. أني أشكرك أحمد من بغداد. كان معنا أبو مصطفى من السويد. أبو مصطفى، ما هي أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق؟ السلام عليكم أخ عمر. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحية لك أخي وتحية لقناة الرافدين. أخ عمر شوف، يعني اليوم إحنا بمصيبة. نعم. يعني هاي مقصودة. أول ما جو تدمير، أول شيء هم من احتلوا العراق أول شيء تدمير العراق، وبعدين هم اللي جوي يعني بالحكم. يعني هم من بيهم يفتهم؟ يعني أعطيك مثل إبراهيم الجعفري استلم رئاسة الخارجية وزير الخارجية ورئيس الوزراء، ما يعرف دجلة من ينبع. يعني انت شو راح يصير علم عندنا وتقدم يا أخ عمر؟ زين احنا بالسابق عمر بالستينات وبالسبعينات أنا أتذكر يعني كنت طالب بالمدرسة. نعم. يعني كان أكو خلاص عند المدرس وعند المعلم وعند الموظف كان أكو عنده مخافة الله. شوف أخ عمر أروي لك حادثة صغيرة هي. يعني حتى بلكي يسمعوها هم، بلكي الله يعني تأخذهم الغيرة. بالسبعينات أنا طالب بالمتوسطة. نعم. فالمدرس صديق الوالدي يعني علاقة مو طبيعية. يعني مثل الأخوة. نعم. فمدرس مال الرياضيات، فأني بالرياضة شوية كنت شوية درجاتي قليلة. نعم. فعندي يجي للبيت عندنا بالبيت دائما، فقلت له أستاذ بلا زحمة شوية دير بالك علي يعني هذا الدرس. قال لي شوف إذا تلح علي ترى حتى بأبوك أقطع علاقتي. حتى بأبوك. نعم. شوف الخلاص باوع صار عمر. نعم. يا سأتذكر وتراودني يعني هو المدرس حي يرزق والله وهقطب الفترة مخابرته. زين فقال لي يعني ما مستعد اخسر تعليمي وغيرتي على مدى هذا. فقال لي اجتهد وتعلم حتى باكر من تروح تصير
تتوظف تصير مهندس تصير دكتور عندك شهادة يعترف بها. اليوم ماكو هذا بالعراق رأسا، هو المدرس رأسا هو المعلم، روح جيب لي فلوس من أبوك، روح جيب لي هدايا، يعني هاي ما صايرة. فهذا العلم ما راح يتقدم، وهذا البلد أخ عمر أنا إن شاء الله أرجع أتفاعل بالخير، بس ويا هذولا ما عندي تفاعل. هذولا دمروا البلد، نهوا البلد، كسروا البلد، ما خلوا شيء له، حتى أمور ما حيقدر يحكي بيها يا عمر. والله العظيم بزعت روحنا من عندهم. طلاب صف سادس، صف ذاك يوم دحكي لأحد أقربائي صف الثالث متوسط، يدز لي رسالة نصها غلط، الإملاءات وين صايرة هاي يا عمر؟ وين صايرة هاي؟ يعني ها أول تالي هذا العراق البلد. شوف عمر أنت تتذكر والمشاهد يتذكر، أنت بالبداية قلت أنه يعني ضرب التعليم بالعراق هو أمر مقصود، يعني هاي الحكومات اللي جت من 2003 ولغاية الآن، يعني وزارة التربية احنا بحسب تقاريرهم هم يعني تقارير وزارة التربية تحدثوا بأنه العراق يحتاج إلى 25,000 مدرسة، وتدري ما شاء الله عندنا آلاف المدارس أو مئات المدارس الطينية. هاي احنا نتحدث عن التعليم الابتدائي، يعني مو موضوع الأمية. ليش ما قدروا ينجحون بموضوع التعليم بالعراق على الأقل الابتدائي؟ صعب لو شنو برأيك؟ شوف عمر، نعم يعني خلي يعرف المشاهد بالستينات كنت تتذكر إن شاء الله عمرك طويل سلمة. والعالم والناس الكبار تعرف العراق بالستينات بالسبعينات بالثمانينات بالتسعينات خرج دكاترة ومهندسين وطيارين كل شيء. أعطيني من 2003 لي هسه خرجوا لي واحد معروف، أعطيني واحد واني باشر أأيد الحكومة باشر. شو نفسر الموضوع يا أخي؟ والله يا عمر هم جو لتدمير العراق. ناس حاقدين فق، والله يا عمر حاقدين على الشعب العراقي. هذولا دمروا البلد، والله لا يعطيهم لا بالدنيا ولا بالآخرة. عمر ما بطير عليه. أنا أشكرك أبو مصطفى من السويد كان معنا. حسين الكعبي من ميسان يقول في رسالة على الواتساب، يقول السلام عليكم، تحية لك ولقناة الرافدين. يقول أخي العزيز المشكلة كبيرة ولأسباب كثيرة، الوضع الاقتصادي بالبلد والحالة المعيشية الصعبة والبنية التحتية المتهالكة والتقصير الحكومي الواضح والمتعمد. صار التعليم بالعراق تجارة تستخدم الأحزاب لمصالحها الخاصة، جاي نشوف بناء مدارس وجامعات ومعاهد أهلية وإهمال حكومي متعمد لإجبار الطلبة لدخول جامعاتهم ومدارسهم الأهلية، وبعد التخرج كثير من الخريجين بلا تعيين، يقول بلا عمل، الوضع صعب، لا تخطيط، لا رؤية واضحة للمستقبل، لا عمل جاد من أجل رفع الواقع التعليمي. طبعا مدير قسم محو الأمية في محافظة النجف أحمد الموسوي قال بأن نسبة الإقبال على مدارس محو الأمية أصبحت قليلة جدا بسبب عدم تسليط الضوء على أهمية الالتحاق بالمدارس من خلال برامج حكومية. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مراقبون بأن هناك إهمالا حكوميا واضحا لمدارس محو الأمية في العراق، إضافة إلى عدم توفير المقومات الأساسية للالتحاق بمحو الأمية والنهوض بالجانب التعليمي من خلال البرامج التربوية وفتح مراكز كافية لمحو الأمية في العراق. طبعا في إطار التنصل من المسؤولية، رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي قال بأن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على برامج حقيقية وفعلية لإنهاء الأمية في العراق، وأقر الكاظمي بأن ما تم صرفه خلال العقود الماضية في الحروب وهدر المال العام والفساد والسرقات لو تم استثماره في المجالات الصحية لكان العراق في وضع آخر اليوم، وأشار إلى أن الموازنات السابقة والمخصصة لمجال التعليم شيء مخجل. هذا وأكد الكاظمي بأن سوء الإدارة والفساد وعدم وجود كادر حقيقي للتربية أسباب ساهمت في تدني مستوى التعليم. هيئة علماء المسلمين أو قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق قال بأن جميع المؤشرات تدل بوضوح على أن العراق يواجه حالة من تزايد أعداد المتسربين من المدارس والأميين من كبار السن، وخصوصا في المحافظات الجنوبية والمناطق الريفية في البلاد. إذن أسباب كثيرة لارتفاع نسبة الأمية في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.